السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نعمل لكم أكلة مغربية أمريكية اسمها سلابيجو. سلابيجو تتكون بالكفتة اللي هي اللحمة مفرومة والبصلة بصل والطماطم وثوم ومقدونس وطماطم طماطم معجونة وشوية ملح وزيت زيت الزيتون والتوابل. التوابل هي الفلفل الشطة اللي بنسميها في المغرب السودانية، والفلفل الأسود هو الإبزار، والبابريكا الفلفل الأحمر، والكوريندل القزبر اليابس، وشوية قرفة، والمطارد اللي ماسترد يعني باودر. هو سلابيجو ما في كثير من الخلطات ما بيحطوها، بس انا سلابيجو حاعمله لمسه مغربيه ان شاء الله. غادي ندير الزيت ان شاء الله في الطنجره، نخليها تحمر مزيان، الزيت اضيف عليها اللحمه الكفته اللحمه المفرومه، وخليها تتحمر. في ناس افتكر بيسموها اللحمة المصدعة زي كده، احنا بنسميها بحال هذا الكفتة طايبة الكفتة، ولكن ماشي كيف نكوروها ولا نديروها بحال هذا، بغيناها نديروها بحال الصوص. لا تتحمر وافتحها كثير. اهي حط عليها البصلة، نزيد البصلة. البصلة راس كبير ديال البصلة، لا تحرك. تلق فيها ديك الماء ديالها وتير وتشرب ديك البصلة ديالها. وندير الثوم، نزيد الثوم. نخليها تحمر مزيان، ندير فيها مليحة ملح. الملح يعني على حسب، يعني كأنه معلقة على حسب الذوق، ممكن تذوقي وتشوفي لو احتاجتي ملح. اللحمة تطيب، هاي اللحمة حركها بحال هكا، نبقى نحرك فيها باش تحل ليا باش ما تكورش. نشوف ان شاء الله واش تحمر. هرت هي الكفته كطيب، نزيد عليها ديك التوابل، نزيد عليها ديك العطريه كلها هي اللي قلت لكم. ها هي معلقه ديال السودانيه فلفل حار، البابريكا اللي في الفلامطخونة، هامي التوابل كلهم، فلفل أسود، البزار، والقرفة، والمطارد، والكوريندر اللي هو القزبر اليابس. ونخليه يطيب، تطيب لي ديك الكفتة.
ندير مطيشه ديال الحقيه هي المعجون الطماطم، عامل معلقتين وشوف كيف يعني اللون اللي حبيت. يعني بيعملوها ساندويتشات بيحطوها مع العيش، يعني دي اسهل طريقه يعني بدل من الهامبرجر وتفضل تفضلي تقرصي وتديري. هما كيديروا هاد دغيا الاكله هادي سميتها سلابيجو، غير بالكفته هكا دايره تتحركيها تبقاي تعصبي فيها كيف تنقولوا في المغرب، وكدير وتعمل ديري سمو الخضره اللي عجبك، الفلفله خضراء مطيشه اللي بغيتي، الكراكوس اللي هو السالوري يعني اللي بغيتو. هيا نخليها تطيب مزيان ان شاء الله. دي الوقت اهي اللحمه المفرومه استوت، يلا السلابيجو يلا خلص. بقدونس في الاول انا ما بحبش، احب يعني كده عشان يفضل الفليفر بتاعه باش يكون ديك الطعمه ديال القزبور والمعدنوس يبقى في سميتو، ما كنخليهش يطيب مزيان، كنخليه حتى تنبغي نتفعلي وندير. وما ذكرت لكمش قبيله نسيت، كديري شويه ديال السكر، انا غندير غير شويه لانه بغيتو على شكل ديال يعني شويه نص معلقه ولا على حسب، هو تيجي شويه حلو. والصويا صويا صوص، يعني صويا صوص انا ما اعمل برضو شويه، ندير شويه ديال الصويا معلقه وشويه خل، يعني شويه بس خل، معلقه صغيره ديال الخل صافي. هو شوفوا شوف ما كيكونش ناشف مزيان، ما كيكونش لانه اللي تيبغي يديرو في الخبز ديال الطوس ساندويتشات، ولا اللي كيبغيو يديرو هكا كل ياكلو بالبرجر الخبز ديال البرجر. هيا طابت ناخذ معلقه ونديرها في ساندويتش. اي خبز عندك ديري فيه ساندويتش، اي خبز اللي بغيتي. هاي كي تيجي هكا يلا بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو دعموني، ديروا لايك وشير.